بسم الله والحمد لله والله الله أكبر كبيرا سبحانه بكرة وأصيلا. من مميزات الأمة الإسلامية الحقيقية أنها من تتصف بمشاركة وجدانية للبشرية، يعني كي ترى البشرية في ضلالة تحزن على حال هذه البشرية اللي ظللها الشيطان العدو المبين، فحنان هذا ومشاركتها يعني إزاء هذا ولا مشاركتك في حال الأمم الغاضبة عليها مولانا، الامباتية هي من خصائصنا. احنا مش ما يهمناش بؤس الناس وضلالات الناس واستعباد الشيطان حيث لا يري انه مستعبد للناس، عناش هي لومباتي مسلمان في اوتونتيك، اعن نشارك الناس في همومهم ونعرف ادواءهم ونقدم لهم البلسم الشافي لما يعانونه بالليل والنهار. اعن ما عناش انا عنا سلوك طبي راق يبدا بالروح ينتقل إلى الفكر إلى الحواس وإلى المادة وإلى العلاقات الاجتماعية كلها نعتني بها، لأن عنا ما يؤهلنا إلى هذه المزايا وهو علاقتنا بالله، علاقة يقين ومحبة وتقدير وشكر وخشية والمجر. علاقتنا بالله صحيحة، فلابد أن تكون مشاركتنا لباقي البشرية اللي تعادينا عن جهل، مشاركتنا هي من ورائها قصد إصلاحي. لو تفطن بعض هذا التعساء أو عددهم هائل، لو تفطن بعضهم لالتجأ إلى الإسلام واعتنق ديننا فيصبح ما لنا يكون له وما علينا يكون عليه. أين اللومباتيارية اللي يدعون الإسلام؟ بالله العظيم تلقاهم متملحين سوء اندفاع، وما يهم البشرية ماشية قطع رقبتها، ماشية بازدياد تعاستها، ماشية في تعقيد ضلالاتها. وعندنا عادك أكل كورت دي فو فيلوسوف سيونيست، عندنا ما شاء الله من عصاب وحشية يدعون أنهم فلسفتهم هي المخلصة، فلسفتهم هي المبينة للحقائق، فلسفتهم هي التي تحسن الأجوبة على كل ما يشغل الإنسان. من أوجد ولماذا أوجد وماذا يطلب وما هي كفاءاته؟ كل قال لكم يقول بنو صهيون، يقول لك نبينا عليه الصلاه والسلام على ما اعلم حدثوا عن بني اسرائيل لا حرج، حدث يعني باش تكشف لهم حالهم وما تتحرج، هي يعني العمليه الصحيه اللي قلت لي انت تكشف المجرمين، خاصه العصابه ربي قدر باش تكون عصابه ارضيه مفسده بالتمام والكمال، ويستحي باش يقربك صهيوني وما يضركش، ما يجيش عليك، ما يبغركش، ما يحبكش كما تقول انت مقال، ما يتأمرش عليك، ما يسعاش في يفضحك من غير سبب، يعني يلصق لك التهم بزاف يقولوا اخوانا في الجزائر. اذا ليس لكم حجة عند الله يا من تدعون الاسلام، لأنكم صنيعة بني صهيون اللئام، واللي يكون صنيعة هؤلاء الأشرار ما يكون كان مثلهم في الشر والعبث بمصير الإنسان. نحذركم، راهو الشيء اللي انتم فيه، الغواية اللي انتم فيها والإصرار على الإفساد، يأتي يوم وينتهي وبعد تأتيكم أيام تعيسة جدا تدفعون قليلا مما ملكان من آثار أعمالكم الشيطان.
Donc vous allez le payer chèrement, ce que vous maintenant faites comme crime universel. Attendez l'heure du jugement divin dans l'ici-bas, qui est suivi par le jugement dans les tombes, et les malheurs vont être vécus par ces services-là, et leurs semblables, et leurs suiveurs, et leurs fans, fans, F-A-N-S, وبعد عندك المصيبة الكبرى حين ترى بني صهيون هم الأولين في العذاب المبين والقائم إلى لا نهاية له بعد ما أنا كما تقول الشدة بتاع يوم الحساب لابد أن يجي ومن من أكاذيب بني صهيون ماشي في بالك اللي انت عندك كل الدنيا برك واليادة ادفع مال وخذ ما تريد من بضاعة رديئة ومن عطور مكذوبة ليست عطور كما يدعون هي الله أعلم هي الحيلة الكيميائية اللي عملوها باش أثروا على شم عهراتهم وشم أبنائهم أبناء حرام نسأل الله السلامة الله أكبر كبيرا بكرة وأصيلا.